السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ جزاكم الله خير. وياكم. فضلك يا شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم أن يغسل الولد أمه أو تغسل الأم ولدها والزوجة زوجها والزوج زوجته وغير ذلك؟ أما الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فلا بأس أن تغسل الزوجة زوجها بعد الممات، وقد قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. ويذكرون أن أسماء بنت عميس غسلت عليا، فالله أعلم بصحة هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال: بل أنا ورأساه. قالت: أظنك تحب موتي، ولو كان كذلك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، أو لأمسيت معرسا ببعض نسائك. قال: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك لهيأتك، اللفظ الأصح، ودعوت الله لك. وأما تغسيل الولد لأمه بعد الوفاة أو لابنته، فالنسوة أولى بالنساء باستثناء الأزواج، لأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام غسلتها أم عطية، فوصى النبي ببعض الوصايا، قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهكذا النسوة يلين تغسيل الأم وليس الولد. طيب حضور الغسل يا شيخنا، الولد حضر غسل أمه، هذا أيضا ليس من المروءة أبدا أن يطلع على عورة أمه بعد موتها ولا في حياتها، ولا يجوز له ذلك. طيب. الله يكرمك.